السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على البيان تاع وزير الرياضة يثبت أن آخر وأول قرار باستئناف البطولة يعود إلى رئيس الجمهورية ووزارة والوزارة مخولة لها. يعني ناس لا يطبل ولا يتضغط في الفيسبوك ويضغطوا، وحنا نعرفوهم جنود اللي دايرهم الشوفير، وجنود اللي دايرهم في الفيسبوك دايرهم كسموها تاع الشيشة، خاصة تاع الشيشة. أقسم لكم بالله العلي العظيم، والله ما نزيد على خوتي، وهذا رمضان ما نريش نحلف باطل ولا حاجة. والله اللي عنده 70% يتحكم في البطولة الجزائرية هو مول الشيشة. أنا نقول لكم 70%، 70% هو كلش في البطولة الجزائرية. 15 المدور و 15% المدور و 15% الزتشي. أنا نقولها وين بغات توصل توصل. أنا نقولها وين بغات توصل توصل. خاطش على بالي ناس وخد اخرين على بالهم واش راني نهدر، على بالهم باللي الحقيقه راني نهدر فيها. عكثم بوجلال، هذه مهديه ليه يا سي بوجلال. من يريد استئناف البطوله، انا نقول لك غير ديروا رجليكم في الماء، ماشي بارد، ما سخون، ما تبردوش. قالوا لك يقولوا دير كرعيك في الماء بارد، انا نقول لكم ديروا كرعيكم في الماء سخون. محامي تطبيلات في الجرائد والبلاطوهات لا ينفع مع هذا الوزير السيد علي خالدي، انه ليس ولد علي او برناوي، مجرد قراقيز. الناس جايه تخدم وتصفي المحيط، لازم تسمعوا مليح راني نهدر، وتصفي المحيط وتنقي بقايا العصابه اللي راهي معشعشه في كرة القدم مثل القمل في الشعر. الإنسان اللي ما نفعش معاه الدواء يلجأ إلى قص الشعر بالمقص، فاهم؟ قال لك ضربك أنت يا القمرة في راسك وما ينفعش، دير بولا زيرو، لازم تزلطها، ما تخممش على شعرك إذا ركبك القمل. ودرت له الدواء ومعيد معيد بالكراطه مع ما كاعش بولا زيرو، يهدر معها الزيرو برك، يهدر معها المقص تاع الحديد ولا طونديز. لازم كيما هكا، غادي ندير لكم كيما هكا علي بشويه تتبانو كاع. اللي راهم يشوفوا التكلب والتلاهب، وشنا كيفاش التكلب والتلاهب، الفاف والفيدرالية في درجة الأرانب لعودة البطولة، يقول أنكم المباراة تاعكم كانت تمتعوا بها الجماهير، والحقيقة أنكم تلعبون ولا ما تلعبوش غير كيف كيف. الحقيقة الوحيدة والسر وراء تكلبكم على عودة البطولة هو تبزنيز وبيع وشراء المقابلات وشراء ذمم الحكام يا مول الشيشة والسائق. تشومرو وراهم يطلبوا، اللي جا مول الشيشة تسلف أموال على واحد. هذا هو الوقت المناسب، كورونا ستسمح للدولة بتنقية المحيط المتعفن من المنحرفين اللي دايرين بالأندية، اللي دايرين بالأندية والفاف والرابطة، وإعادة بناء منظومة كروية متينة وعلى رأسها عماك رجال يكونوا يخدموا وعلى أساس صحيح. ونزيدكم معلومة فانيك، نزيدكم معلومة أنا باش نعطيك. يا زتشي أو شداك، قال لك قلت الفهم غبينا، قلت فامه غبينه، بنادم اللي يمشي فاهم شويه غبينه ليه. التوانسه راهم يضحكوا، قالت روحوا شوفوا في البيان تاع السيت تاع الاتحاديه تاع تونس،
روحوا شوفوا، والله لا يضحكوا علينا، ماشي هي ضحكوا على الجزائر، لا والله ما ضحكوا على الجزائر، ضحكوا على زاتشي توانسه، راهم يضحكوا على بيان الفار ورسالتهم للفيفا فيما يخص قانون لاعبين شمال افريقيا، وراهم يقولوا لكم ان اللاعبين الجزائريين يفرون الى تونس لرؤيه الاحتراف باتم معنى الكلمه، وحلمهم الفوز بكؤوس افريقيه مع انديتنا مثل الترجي التونسي والنجم الساحلي والصفاقس. معظم اللاعبين الجزائريين عندهم امضاءهم في تونس، يصرحون انهم حققوا الحلم وتخلصوا من اللعب في بطوله منحرفه والكولاسه والمال الحرام وهو ما يتحكم فيه. وين كاين ناس، كاين لاعبين اللي راحوا لتونس راهم هدروا، قال لك باللي كاين دي بريزيدون كانوا يدخلوا علينا يقول لك بيع بيع البارتيه، قال لك باعناش عمل البارتيه، قال لك وين دينا اموال تاع حرام، سلكنا دي زيكيب وطيحنا دي زيكيب، اموال تاع حرام قال لك. وين توانسه راهم يقولوا لكم بان الغلطه ليست غلطتنا، ان بطولتكم ضعيفه ولا تفوز بكؤوس افريقيه، وهذه حقيقه، ولا تمتع ولا تمتع رئيس الفيدراليه الشرط في البيانات والاجتماعات والتنديدات. نحن نعلم ان الفاف كان لها رجل عندهم، عندما يتكلم كل توانسه تسمع وتتعلم من الحاج السيد الحاج محمد راوراوا، رجل عظيم قد تعلمنا منه الكثير. ها قد سمحت، ونزيدكم في عنيك، ها قد سمحت الفيدرالية المصرية هي الأخرى إلى اللاعبين شمال إفريقيا باللعب في مصر على اعتبارهم ليسوا أجانب. ها تشوف راك الجزائر غادي يولوا يروحوا لتونس فينك. اللعب في الزمالك والأهلي حلم آخر سيحققه اللاعبين الجزائريين، وبطولتنا ستصبح للشيوخ والكهول. بطولتنا بعد أن كسبت اسم الشهرة أي بطولة واد كنيس ستصبح بطولة الراحة والاستجمام، بطولة اللي غادي تصبح يبغي واحد يريح، يبغي يديفو، يبغي يريح شوية عاود يجي هنا يقدر عاود يروح. خاطش علاه؟ هذا هو التسيير تاع زاتشي، هذا هو التسيير تاع زاتشي. علاه نقولو التسيير تاع زاتشي؟ زاتشي هو اللي خوى البطولة الجزائرية، خمم على النادي تاعو باش يبيع وكاع فرشه اللاعبين تاعو كاع فرشه، والحمد لله يا ربي. راني قلت لكم، راني في عام قلت لكم راه حال راه يخدم، راه داير ريزيرف في الخميس مليانه. الناس قالوا لي راك تكذب، هو راه درها، قال ما كاينه اكاديميه في الخميس مليانه، هما ذوك اللعابه تاع الريزيرف تاعو اللي جاب من ما صابوني يحطهم دارهم في الخميس، والحمد لله يا ربي خميس مليانه الحمد لله. راني قلت لكم اي هو راه درها ضروري. ايا يخرجوا ناس اللي يقول لك شوبين ما عندوش مايل، انا ما كاي لا يهدر بالجوجل، صح تدخل جوجل تسيبها، نهدر لك بجوجل شكاين شمكاش، كي تدخل جوجل تسيبها، بصح انا نجيب لك من الجوجل تاع الاتحاديه، نجيب لك الحيه اللي جالسين عليك هنا الصحافه، وما جوجل ندخل لجوجل كاين بزاف يكومونتي يقول له شوبين ما عندوش مصداقيه، من قادر نجيب لك انايا، قادر نجيب لك صوالح من جوجل ونحطهم. غدوه صباح مين تنوض تدخل لجوجل تسيبني انا هدرها، خاطش جوجل يطلقوا اخبار على 12 تاع الليل تاع غدوه ان شاء الله، تسيبني هدرها، تسيبني هدرها صباح انت تشوفها العشيه تقول فلان هي لا تاع جوجل، انا قادر نخدم لك الخدمه، بصح لا انا نجيب لك شتا كاين الصح منا، من الناس شتا كاين هرب، على بالك بلي مصاروه حلو، مصاروه حلو بلي مكاش اللعابه اجانب تاع شمال افريقيا. ايوا ها نجيب لك باللي التوانسه في الاتحاديه تاعهم ولاو يضحكوا على زاتشي، قالوا له انت فرشه، قالوا له حنايا نعترفوا براجل واحد السيد الحاج محمد راوراوا اللي تعلمنا منه الكثير. قال لك كان كي يهدر التوانسه يسكتوا. نخلي لكم 1000 مليار السي بو جلال. يا بو جلال، يا بو جلال فاميليا كبيره في مستغالي، معروفين محافظين عائله ما شاء الله، ما عاد كيف انت راك تدافع على خصالي تحية الجزائر. زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي زاتشي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار الرشا وما الزبوش،
الرشا ومزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه.